لا أجر نبغي لا وسام لا صدى هي خطوة هي خبرة ورفاق صارت تطوى راية ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. معكم أحمد نظمي، الجزء الثاني من IP version 6 في منهجنا 2120 CCNA. هنتكلم على الراوتينج في IP version 6. طبعا عشان يبقى في راوتينج لازم يبقى في سبنتس أساسا، لازم أقسم الشبكة بتاعتي. أنا الشبكة بتاعتي لو رجعنا لها كده، طبعا عندي هنا اتنين انترفيس، الانترفيس المتوصل ده والانترفيس الآخر، وهنا نفس الكلام. الانترفيس المتوصلين ببعض دي أي بياتهم كالتالي. هننزل الأول الانترفيسز الأي بيات بتاعتهم 2001 على 64، ده طبعا 1 وده 2، يبقى 2001 دي ثابتة في الجهازين، دي سبنت. طيب بالنسبة بقى للشبكات المخفية بقى اللي مش ظاهرة، هنخلي ده مثلا 2000 مثلا 40 كولوم كولوم على 64. طبعا دي احنا كده عارفين معناها دي يعني ايه. وهنا نفس الكلام، هنخلي الشبكة اللي هنا 2000 100 كولوم كولوم على 64. طبعا دول كلهم ثلاثة سبنتس ما يشوفوش بعض، لا دي تشوف دي ولا تشوف دي، خلاص. ودول عارفين معناهم او ترجمتهم، معناهم ان عندي 64 بيتس ثابتين، ادي منهم 2 64 بيتس ثابتين، ادي منهم هم 2 اوكتتس كاملين، يبقى الباقيين اصفار اكيد، يبقى عندي كده 2 اوكتتس تانيين اصفار، خلاص. عايزين ندي الاي بيهات دي للفتحات الداخليه ونشوف هيبنجوا ولا لا. اكيد طبعا مش هيبنجوا، هنضطر نفعل الراوتنج. هنروح هنا كده، احنا واقفين دلوقتي على الانترفيس الاولاني F00، لا عايزين نروح لF01 في الراوتر الاولاني، وهنقول له اي بي في 6 ادرس 2000، ما قلنا كام مش هبنسى حكم السن بقى، 2000 كولوم 40 كولوم كولوم 1 على 64 ونو شت داون. والجهاز التاني نفس الكلام، هنروح لراوتر 2 كونفيج تي انترفيس F01 اي بي في 6 ادرس 2000 كولوم 100 كولوم كولوم 1 على 64 ونو شت. يا ترى الجهاز ده يبنج على الفتحه الثانيه؟ لو قلنا بينج 2000 كولوم 40 كولوم كولوم 1 يشوفها؟ طبعا سبنت مختلف تماما، يبقى هنحتاج نفعل الراوتنج. علشان نفعل الراوتنج هنبتدي براوتر 1. علشان نفعل الراوتنج طبعا هنفعل اول حاجه الاستاتيك راوت، التوجيه اليدوي. فاكرين في الاستاتيك راوت في اي بي فيرجن 4 كنا بنفعل اي بي راوتنج وبنكتب له بيانات الشبكه الاخرى اللي انا عايزه اشوفها، ما بكتبش حاجه عن نفسي خالص. بس هنا علشان افعل الراوتنج الاول فلازم اقول له اي بي في 6 يونيكاست راوتنج، يونيكاست داش راوتنج. دي زيها زي بالظبط اي بي راوت بتاعت زمان، هي طبعا دلوقتي بقت تتفعل بسرعه اوتوماتيكيه، ما بحتاجش افعلها في اي بي فيرجن 4 او ما بحتاجش اكتبها. فدلوقتي نفس الكلام، بعض الانظمه هتحتاج منك تكتب اي بي في 6 يونيكاست راوتنج، وبعض الانظمه هتكتب الراوتنج على طول. فهنا كانك بالظبط بتقول له اي بي راوت او ابتدي فعل الراوتنج. وبعد كده بقى ابتدي اكتب سطر الراوتنج اي بي في 6 راوت، نفس الثاني بالظبط بس الثاني كان اي بي راوت. عايز اشوف انهي شبكه اللي في الراوتر الثاني، الشبكه الداخليه اللي هي كام؟ 2000 كولوم 100 كولوم كولوم على 64، صح مش هي دي؟ يبقى عايزك تشوف 2100 كولوم كولوم على 64، ده السبنت بتاعها او البريفكس بتاعها. هتخش لها من فتحه رقمها كام؟ رقمها 2000 كولوم 1 كولوم كولوم 2 اللي هي الفتحه دي بتاعت راوتر 2 وانتر. شكرا كده خلاص. نفس الكلام طبعا على راوتر 2، ده كده ستاتيك راوت. كونفيج تي هنقول يونيكاست اي بي في 6 يونيكاست راوتنج، واقول له اي بي في 6 راوت. روح شوف شبكة بياناتها 2000 كولوم 40 كولوم كولوم على 64. هتخش لها من فتحة اي بياناتها 2000 1 كولوم كولوم 1. نبنج بقى كده
نقول بينج 2000 كولوم 100 كولوم كولوم واحد، جميل وسريع كمان. لو قلنا شو اي بي في 6 راوت، بص كده الراوتنج سي دي يعني دايركت كونكتد، كابل مباشر فاكرينها. ال يعني لينك لوكال، اس يعني ستاتيك راوت. تمام. طبعا احنا نركز على الاس، الاس جايب لك اهو انت رايح شايف شبكه بياناتها ايه. طبعا الدنيا جميلة جدا وسهلة جدا جدا جدا، هي القصة كلها أو الصعوبة كلها في فهم الاستراكشر أو شكل أي بي فيرجن 6. خلاص يبقى دي أهو جايب لي البيانات بتاعة الراوتر الآخر اللي أنا شايفها. تمام كده فعلنا الاستاتيك راوت، نلغيه بقى بعد إذنكم عشان نفعل الديناميك راوت. هنقول نو أي بي في 6 راوت، وهنا نفس الكلام هقول له نو عشان نلغي الستاتيك راوت ونتكلم على الديناميك راوت. الديناميك راوت معانا بروتوكولين اي اي جي ار بي و او اس بي اف، طبعا مش هنقود في اي حاجه من خصائصهم لان مفهومش جديد، هو نفس اللي اتقال عليهم في الدروس اللي احنا شرحناها في اي بي فيرجن 4 بالنسبه للبروتوكولين دول. احنا هنتكلم بس على التفعيل. اولا عايزين نفعل اي اي جي ار بي، هو نفس الخصائص مفهوش حاجه تخصه في حاجه زياده تخصه في اي بي فيرجن 6. كل اللي علينا نعمله ان احنا هنفعله دلوقتي، وهنفعله عن طريق التالي اي بي في 6. طبعا لازم نكون كتبنا امر اي بي في 6 يونيكاست راوتنج، اي بي في 6 راوتنج راوتر اي اي جي ار بي 100 مثلا. هنا اداني ايرور، يا ترى الايرور ده ليه؟ ايه السبب من الايرور ده؟ لو قلنا كده الامر تاني بس هنمسح دول كده وعملنا علامه استفهام عشان نعرف ايه الاوامر المحتمله. بص ما بيشوفش غير او اس بي اف وريب، يبقى دي مشكله فعلا في بعض الرواتر ما بتشوفش غير الاو اس بي اف والريب بس، فهنا لازم نضيف راوتر تاني. يعني لو ضفنا كده راوتر 7200 وشغلناه شغلنا الكونسول، يبقى دي مشكله ممكن تقابلنا انه ما بيشوفش بروتوكول الاي اي جي ار بي الخاص باي بي فيرجن 6 بعض الرواتر بعض الاي او اس. اوكي هنا بقى نقول له كونفيج كي، هنقول له اي بي في 6 راوتر. بص كده هنا بقى بيدعم اي اي جي ار بي، بتختلف من راوتر لراوتر من اي او اس لاي او اس. هنا نقول له اي اي جي ار بي 100 مثلا، بيقول لي اي بي في 6 راوتنج نوت انيبل، دي سببها ان احنا ما قلناش اي بي في 6 يونيكاست داش راوتنج اللي هو تفعيل الراوتنج. اقول له بقى بعد كده راوتر اي اي جي ار بي 100، وخد بالك من الامر اللي جاي ده نو شات، هو الاي اي جي ار بي بيتقال له نو شات. اه هنا مهمه، والاي اي جي ار بي بس عشان كده ما بنستخدموش مع اي بي فيرجن 6، بنستخدم او اس بي اف. اوكي يبقى نو شات دي مهمه في تفعيل اي اي جي ار بي على اي بي فيرجن 6. وبعد كده اروح للانترفيس بقى اللي انا عايز ادرجه او افعل عليه البروتوكول، انترفيس اف 00 مثلا اف 00. هنا هقول له اي بي في 6 اي اي جي ار بي 100 بس، تم ادراجه، خلصنا كده. كده تم تفعيل بروتوكول اي اي جي ار بي. نفس الطريقه تفعيل الاو اس بي اف، هنروح على الرسمه بتاعتنا بقى او التوبولوجي بتاعتنا نفعل عليها الاو اس بي اف، كده هيشتغل معايا ان شاء الله. ليه؟ لان هو فعلا قايل انه بيشوف او اس بي اف وما بيشوفش اي اي جي ار بي. فنرجع تاني للرواتر بتاعتنا، المره دي هقول له اي بي في 6 راوتر او اس بي اف 1. خلاص كده. هنا مهم جدا ان انا افعل راوتر اي دي، لازم اعمل راوتر اي دي. حتى هو جايب لي رساله هنا بيقول لي كود نوت بيك راوتر اي دي، فلازم اكريته مانيوالي. فهقول له راوتر داش اي دي 1111، طبعا اتكلمنا عن راوتر اي دي ده في الدرس الاو اس بي اف فيرجن اي بي فيرجن 4. كده انكريت اي راوتر اي دي، بعد كده اقول له بقى انترفيس. وكده في نفس الوقت خلي بالك انت كريت او اس بي اف 1 فيرجن 3، اهو جايب لك اهو انه فيرجن 3 هو اللي تم تفعيله، ان هو اللي بيستخدم على اي بي فيرجن 6. هقول له انترفيس اف 00 اي بي في 6 او اس بي اف 1 اريا 0. كده ادركت اف 0 0. اف 0 1 نفس الكلام، انترفيس اف 0 1 اقول له نفس الكلام بالظبط اي بي في 6 او اس بي اف 1 اريا 0. خلاص كده واروح على الراوتر التاني نفس الكلام راوتر 2، هقول له
اي بي في 6 راوتر او اس بي اف 1. طبعا هقول له راوتر داش اي دي 2222. بعد كده اقول له انترفيس اف 00 اي بي في 6 راوتر او اس بي اف 1 اريا 0 ونفس الك اي بي في 6. غلطنا في حاجه ولا ايه؟ اي بي في 6 او اس بي اف اسف مش راوتر هنا متفقين او اس بي اف 1 اريا 0 بس احنا واقفين على الانترفيس اف 00. هقول له اي بي في 6 او اس بي اف 1 اريا 0 ونفس الكلام انترفيس اف 01. بص شافوا بعض على طول اي بي في 6 او اس بي اف 1 اريا 0. كده نبنج بقى هنقول بينج من راوتر 2 راوتر 1 2040 كولوم كولوم 1 يديني ريبلاي عادي جدا. لو قلنا شو اي بي في 6 راوت هنا هيجيب لي هو الاو اس بي اف مفعل بيقول لي الشبكه الاخرى اللي هو شايفها ايه بياناتها. واقدر عن طريق امر تاني شو اي بي في 6 او اس بي اف نيبرز يجيب لي مين الراوتر اللي جنبي بالراوتر اي دي بتاعه زي ما احنا شايفين. كده نبقى فعلنا الاو اس بي اف. ما فيهوش اي مزايا جديده عن الاو اس بي اف العادي او خصائص البروتوكول الاو اس بي اف. نفس الكلام برضه بالنسبه لاي اي جي ار بي بس احنا كده فعلناهم على اي بي فيرجن 6. واتمنى ان الدرس يكون سهل سواء في التطبيق او في الاستخدام يعني بعد كده ان انت يشجعك انك تستخدم اي بي فيرجن 6 لانه فعلا ممتع في الاستخدام وسهل جدا لو احنا فهمنا الاستراكشر او شكل السبنيتنج ازاي بيتقسم وازاي بيتكتب. واشوفكم في محاضره ثانيه.